مع كتر الموبايلات الموجوده في السوق وكتر الاختيارات قدامك وانت مش عارف تختار ايه، فانا حبيت اعمل لك الفيديو ده من الاخر يكون مرجع ليك، وخصوصا ان الفتره اللي فاتت بيجي لي كومنتس كتير على الفيديوهات انا اشتريت الموبايل ده ويطلع الموبايل للاسف ما بيقدمش اي قيمه مقابل سعر. موبايلات لو جبتها صدقني هتندم، لانك هتلاقي موبايلات تانيه بتقدم قيمه اعلى بكتير كانت موجوده في سعرها، بس انت للاسف ما خدتش بالك. قبل ما اقول لك اي حاجه اكيد ما تنساش اللايك سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك مني دايما كل جديد. اما دلوقتي خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بيكم، انا محمد ودي قناه ام كي ريفيوز. واول موبايلين سريعا كده معانا، اوعى تفكر في الموبايلين دول تماما لانهم ما بيقدموش اي قيمه مقابل سعر، هو اكيد الريلمي سي 11 واكيد الريدمي 9 سي. هتلاقي الموبايلات ده على فكره عليها عروض خصومات كتير، تلاقي الموبايل مثلا كان ب 3.5 بقى ب 3 بقى ب 2900. اوعى تشتري اي موبايل من الاثنين دول، لان الموبايلات دي اصلا موبايلات اقتصاديه جدا جدا جدا. الاثنين جايين لك بميديا تك هيليو جي 35، معالج لا يستحق الشراء. رايي انك ممكن تجيب السامسونج اي 03 او ريلمي نارزو 50 اي، هيكونوا الاثنين دول افضل شويه حلوين. او ممكن تجيب موبايلك من بره، او ممكن حتى تجيب موبايلك مستعمل او كسر زيرو، صدقني هتستفاد اكتر بكتير، لان الموبايلات دي ما بتقدمش حاجه تذكر تماما وخساره فيها الفلوس اللي بتدفع. طبعا مش محتاج اقول لك ان اي موبايل من سلسله السي من ريلمي بناقص منه، اي موبايل من اوبو في الفئه السعريه دي ده لو لقيت اصلا موبايلات من اوبو بناقص منه تماما اوعى تشتري. رايي لو عايز تشتري استنى على الفئه السعريه دي شويه، لان الفئه السعريه دي حاليا فيها تخبط وما فيهاش موبايلات كويسه. نيجي للفئه السعريه اللي بعدها اللي هي فئه ال 4000 جنيه، وخد بالك عشان هنا في الفئه السعريه دي تلاقي قدامك سامسونج اي 03 بناقص منه، تلاقي قدامك السامسونج اي 13. ركز هنا على ريلمي نارزو 50 اي، يعتبر قيمه كويسه مقابل السعر، وهو الموبايل اللي بنصح بشرائه حاليا. غير كده ما تشتريش اي موبايلات بمعالجات ضعيفه زي ميديا تك هيليو جي 25 او ميديا تك هيليو جي 35. قبل ما انسى، في موبايل كمان زي ريدمي 10 سي، اي نعم الموبايل ده جاي بمعالج سناب دراجون 680 ممتاز، ولكن للاسف شاشته اي بي اس اتش دي بلس 60 هرتز. هتقول لي طب ما الريلمي نارزو 50 اي برضه اتش دي بلس وكده، بس هقول لك الريلمي نارزو 50 اي معالج اللي فيه اقوى ميديا تك هيليو جي 85، فات ال 4000 يعدي عادي لو انت لبست فيه عادي. ولكن وجهه نظري ريلمي نارزو 50 اي يعتبر الموبايل اللي يا دوب بيقدم قيمه كويسه مقابل السعر. يا كده يا تستنى الانفينكس نوت 12 والبوكو ان 5 اس اللي المفروض نشوفهم قريب جدا، خلاص يعني السنه الجديده ما عادش عليها حاجه كتير. اما بالنسبه لفئه ال 5000 جنيه بقى، اي موبايل بشاشه اي بي اس اتش دي بلس 60 هرتز بناقص، اي موبايل بشاشه اي بي اس فول اتش دي بلس 60 هرتز بناقص برضه. لو مش هتجيب موبايل هنا بريفريش ريت عالي سواء كان مع اموليد او مع اي بي اس يبقى ما تشتريش احسن. هنا انت عندك اختيارات كتير ممتازه زي السامسونج اي 23، زي عندك مثلا ريلمي 9 اي، ريدمي نوت 11 من شاومي. لو عايز قوه العاب واداء قوي عندك الريلمي 8 اي جاي بمعالج ميديا تك هيليو جي 96. يعني ما تقوليش هجيب الريدمي 10، ريدمي 10 هنا خد بالك الموبايل ده كارثه لانه جايب معالج قوي وكل حاجه وشاشه اي بي اس 90 هرتز، ولكن للاسف الكاميرات لا يعتمد عليها، موبايل كان اقتصادي. ريدمي نوت 11 العادي اعلى من الريدمي 10، يعني المفروض يكون في حاجه اسمها ريدمي 11 اللي هو اقل من ريدمي نوت 11، هو ده اللي يناسب او يواكب الريدمي 10 العادي. طبعا مش محتاج اقول لك سلسله السي خالص، في ناس بتسالني على السي 35 من ريلمي بناقص سلسله السي من ريلمي بناقص موبايلات اوبو الايه، ما تجيبهاش صدقني هتندم لو اشتريتها. اربع موبايلات قلتهم لك ركز فيهم، الموبايلات دي تعتبر كويسه جدا. فات ال 6000 جنيه بقى تبقى غلطان لو فكرت في موبايل اساسا بمعالج سناب دراجون 680، يعني الاي 23 وريدمي نوت 11 وعندك كمان الريلمي 9 اي والاونر اكس 8، لا انصح بشرائهم في فئه ال 6000 جنيه. هنا تركز على معالج ميديا تك هيليو جي 95 او 96، اقل من كده بناقص. وهنا عندك مثال حي في الفئه بتاعت ال 6000 جنيه دي، الريدمي نوت 11 برو، موبايل مش ناقصه اي حاجه انا شايف، وشايفه صفقه ممتازه. ما يعيبه بس ان هو 64 جيجا، ولكن تغور الذاكره التخزينيه اساسا قصاد ان اخد موبايل بمعالج قوي يستحمل معايا سنتين ثلاثه، مش موبايل بمعالج 680 ما يستحملش اساسا. فئه ال 7000 جنيه بقى اقدر اقول لك هنا ان انسى خالص سناب دراجون 720، انسى ميديا تك هيليو جي 95 او 96. ليه تعمل في نفسك كده؟ ليه اصلا تشتري موبايل في الفئه السعريه دي بمعالجات كده؟ يعني لما تلاقي قدامك الريدمي نوت 10 برو او ريدمي نوت 11 برو خد بالك كارثه. كنت بقول لك على الموبايل ده افضل حاجه ممكن تشتريها في فئه ال 6000 جنيه، بس 1000 جنيه زياده يخليني اقول لك لا. ليه وانت عندك السامسونج
M52 وحتى لو ما عندكش ال M52 فعندك السامسونج M33 معالج اكزينوس 1200 اقوى من الميديا تيك هيليو جي 96 و95 وسناب دراجون 720. لو ما لقيتهمش اساسا قدامك اشتري مستعمل او استنى شويه، لكن اوعى تشتري معالجات ميديا تيك هيليو جي 96 او 95 او 720 سناب دراجون في فئه سعر 7000 جنيه هتندم ندم كبير. فئه ال 8000 جنيه خد بالك من معالج، المعالج ده انا شايفه قليل جدا، وهو السناب دراجون 695. المعالج ده وحش، موجود في ريدمي نوت 11 برو النسخه 5G. يا ريت ما حدش يشتري الموبايل ده، ولو شفت اي موبايل فيه المعالج ده بناقص منه تماما. هنا في فئه ال 8000 جنيه ركز على دايمنسيتي 900، دايمنسيتي 920، سناب دراجون 778 موجود في الام 52 قدامك. ده كان فيديو سريع بسيط كده، كنت حابب اجمع الفئات السعريه اللي الناس بتقع فيها، اللي هي فئات من 3000 ل 8000 جنيه. دي اغلب الفئات السعريه اللي بشوف ناس كتير بتقع فيها وبتروح تشتري موبايلات ما تستاهلش ويسيبوا الموبايلات اللي تستاهل. لو ما لقيتش الموبايلات اللي تستاهل اللي اقول لك عليها ما تشتريش، حرام عليك تدفع الالوفات دي كلها على موبايلات اساسا لا تستحق الشراء، ولكن ارتفاع الاسعار هو اللي عمل لها قيمه ووصلها للسعر ده. وبس كده، ده من الاخر كده فيديو على السريع نصايح، حابب ان انا انقل لكم تجربتي مع شويه الموبايلات دي. ولو انا مكانكم اكيد الصراحه مش هشتري الموبايلات دي، وكان لازم اطلع للامانه واقول الكلام دون. فاكيد ما تنساش اللايك سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك مني دايما كل جديد، وكالعاده انتظرني فيديو جديد. سلام.